لكن الاهلي النهارده كمان اختتم تدريباته استعدادا لمباراه فاركو المهمه اللي هتبقى الساعه 7 مساء الجمعه باذن الله مستر مارس كولر المدير الفني عمل محاضره للعيبه اديكم شايفين جانب من المران ناقش خلالها العديد من الجوانب الخططيه المتعلقه بالتحضير والمران بدا بفقره بدنيه قادها اندرياس اندويا مخطط الاحمال فيما ادى حراس المران قويا تحت قيادة ميشيل يانكون مدرب الحراس حرص الجهاز الفني على تخصيص فقرات فنية متنوعة وتقسيمة الكرة قوية اكتفى لاعب الفريق عمر كمال عبد الواحد بتدريبات التأهيل اللي بيأديها للتعافي لكن وسام أبو علي زي ما انتم شايفين شارك في المران بقوة تؤهله للعودة للتشكيل إن شاء الله نتمنى خلي بالك يا أستاذ إبراهيم ودي المفارقة العجيبة جدا هنا تحول الدوري العام إلى مباراة كؤوس. مه. بالنسبة للنادي الأهلي أي. هي مباراة كؤوس. أي. لا يتحمل النادي الأهلي إلا الفوز بها. بس كمان كؤوس إيه؟ ما فيهاش لا أكسر ولا طيب ضربات ترجيح. اه نوك اه يعني أنت عندك الوقت الأصل لن تحقق الفوز. مه. والنادي الأهلي يدرك هذا الأمر تماما ويلعب تحت هذه الضغوط وده اللي موتر جمهوره بعض الشيء. وبقول لك يعني بس دي يعني متعة العذاب بقى. لان الادرينالين هنا في محله الاثاره قمه الاثاره انما التناطح والتلقيح والتحفيل ده اللي انا بكرهه تماما والكذب التمادي في الكذب عشان تبرر احيانا الكذب من اجل مغازله قطاع من الجماهير مغازله مسؤولين وانت تعلم انك لا تذكر الحقيقه شيء يعني مؤلم جدا عايزين كلنا نقف يعني نتامل المشهد وعايزين نسترد كرة القدم تسترد كرة القدم عايزين نرجعها عايزين نرجع نلعب كرة القدم اللي احنا يعني تعودنا عليها م. مصر تستحق كرة أفضل من هذا بكثير ومناخ أفضل من هذا بكثير مصر يا جماعة الاسم المرعب الأندية صاحبة الأرقام القياسية في إفريقيا ومصر صاحبة الأرقام القياسية على مستوى الأمم ما يبقاش ده ترتيبها ما يبقاش ده ترتيبها طيب وعمالين أبو... ندى عشان نتاهل ضمن عشر فرق عن افريقيا